يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن الشرع أمر بالخشوع والخضوع لله، وليس هناك أمر بالذل لا في الكتاب ولا في السنة. الخضوع هو الذل يا أخي، الخضوع هو الذل، والخشوع، الخشوع ما هو بذل. سبحان الله، وين هذا الكلام؟ هذا كلام عجمي ولا كلام أحد ما يفهم اللغة؟ نعم، مش معنى الخشوع إلا الذل، الخضوع وش معناه إلا الذل؟ نعم.